أنا في نفسي الآن أشعر بالمسرة، وأنا أراكم وقبلكم أيضا كان احتفال تخرج في هذا المكان، وإن شاء الله تعالى المرحلة تستمر ونحن دائما بخدمتكم، وندعو الله تعالى لكم أن ييسر أموركم ومن خلالكم أيضا إلى بقية الزملاء. نتمنى من الله تعالى أن يرينا دائما بلدا آمنا مستقرا بجهودكم. وفي نفس الوقت إضافة إلى المسرة، أنا عندي أيضا خوف، وتعرفون الخوف لمسألة قد تحصل وقد لا تحصل. الخوف غير الحزن، الحزن على ما مضى والخوف على ما يأتي. الخوف أنه لا تهاجر هذه العقول الطيبة والنيرة، لا تهاجر إلى خارج البلد. أنا أخشى من ذلك. هذا البلد له حق علينا جميعا، يجب أن نتحمل ظروف البلد ونسعى لتغيير ظروف البلد نحو الأحسن. وأيضا من خلالكم أوجه رسالة إلى كل جهة معنية بالاهتمام بالخريجين، أيضا أن تسعى جاهدة لأن توفر فرص عمل حقيقية، والعراق لا يبنيه إلا أهله، وأنتم أبناء بررة لهذا البلد، وإن شاء الله تعالى يبنى العراق بكل مجالاته الهندسية والطبية والاقتصادية والإدارية بهذه الكفاءات التي أنتم أتعبتم أنفسكم في سبيل أن تصلوا إلى ما وصلتم عليه. فدعائي لكم ومشفوع بالتوفيق والتسديد إن شاء الله تعالى، وسلامي أيضا إلى بقية الأخوة الذين لم نحظى بأن نكون بخدمتهم هذا اليوم، وأيضا إلى عوائلكم الكريمة التي ما فتئت تسهر وتتعب من أجل أن تصلوا. بروا بآبائكم وبروا بأمهاتكم، البر بالوالدين نعمة، التوفيق الإنسان يحصل عليه إذا بر بأمه وأبيه. هذا العلم سيكون أمانة عندكم، وهذا التكريم اليوم الذي رأيتموه أيضا سيكون أمانة ترجعوه إلى البلد وخدمة البلد، وإن شاء الله تعالى الآمال معقودة عليكم. أسأل الله تعالى لكم ثانية دوام التوفيق والتسديد، وأنا أعتذر لضيق الوقت، وكان بودي أن أكون معكم في وقت آخر. شكرا لكم ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.